اسأل. الحين انا الحين يا دكتوره ايه انا اشكي صدق صدق بعض الاكل، بعض الاكل يا دكتوره والله ما اقدر اكله مره. شو بو اكلك؟ يعني قرص، اكل قرص. قرص؟ شو قرص؟ يقول امي تقول ان القرص مفيد للعظام وانه ما يسبب قيلون. فانا صراحه ودي هل هو ينفع القرص؟ اوكي، القرص يعني قصدك الخبز ما هيك؟ اوكي. ايه تقلك شو، ما في شيء مضر وفي شيء منيح لكل شيء، اوكي؟ في قد ايه انت بتاخذ كميه منه؟ اتفقنا؟ اذا بتاخذ كميه كثير كبيره رح يضرك، حتى الاشياء الصحيه كترنا منها بتضرنا، اذا اكلت ضمن احتياجات جسمك ما بيضرك، لا بده يضرك. يعني اكل خفيف 100%، مش قصة خفيف، قصة تعرف قد ايه جسمك بده، يعني جسمك بده حيلا غير عن حيلا اي شخص بتعرفه. طيب وش الوجبة اللي ما ت... يعني ما تلعب فيها؟ الوجبة يعني ما تأثر علينا. ما بتأثر علينا، فينا ناكل قد ما بدنا خضرة ونشرب مي قد ما بدنا. جرجير ايه قد ما بدك، خس ايه قد ما بدك، والفواكه ليش ما تاكل فواكه؟ لا لان فيها سكر. يعني كذا يا دكتور. طيب البرجر انا لي تقريبا اسبوعين دكتور طايح في البرجر، لاني هل هي وجبه مفيده؟ اوكي، البرجر حسب ما انت عم تعملها، اوكي؟ يعني انا عم بفتح لايفات انا بس، ولكن اللي بالعاده يكون بالمطبخ، يعني وجبتي اللي انا بدي اعملها اللي بالعاده اعملها قدام المشاهدين عندي، اوكي؟ هلا هيدا الاسبوع رح اعمل برجر بس رح اعملها بطريقه صحيه، يعني فرضا بلا ما تحط فيها بطاطا مقليه حط بطاطا مشويه. اللحم اللي بتجيبها تكون قليله الدهون وبتكون مشويه اللحمه، اوكي؟ هلو. كاتشب ومايونيز كمان بتقلل شوي الكمية، فيك تجيب مايونيز اللايت، انتبه ما تفوت حادث. والخس فينا تحط خس او ملفوف، يعني ملفوف فيك تحط ملفوف مع شوية مايونيز. لا لا لا، الملفوف امي تحطه بخلطة علاج الملفوف. لا بضايقك؟ ما احب والله الملفوف هذه. طب بشو بتاكل برجر انت؟ برجر دجاج كاتشب جبن ساي. بس هيك بس هو. اوكي، بس البرجر انا صدق صدق انا والله اني احس ان البرجر هذه بتعدمني، انا فيني جرثومه معده يا دكتوره. جرثومه معده؟ عامل ايه. فحص؟ ايه يا دكتور. اوكي، طب ليه بعدك عم تاكل هالاكل مثل عارف عندك جرثومه المعده؟ ما كان مشكلتي يا دكتوره. ما لك قد ايه وزنك؟ قد ايه وزنك وطولك انت؟ بين نحيف. الهموم يا دكتوره. نعم الهموم. هموم؟ ليش؟ شو بدك بالهموم؟ شو بدك؟ ما ترد على شيء، خلص اهم شيء صحتك. هلا تقول لي هموم؟ كلنا عندنا هموم، مين ما هالانسان ما عنده هم؟ يلا افتح لي، افتح لي قلبك، افتح لي قلبك من شو مهموم. شو دكتوره تقول افتح قلبي؟ والله ما عاد اسكت. اسمعيني ايه يا دكتور، اسمعيني صدق والله يا دكتور اني صادق. يعني اسمعيني دكتور هضالة، انا عندي ناس هنا اللي جيت بتكلم وبشكي لهم زين يحسسوني اني ضعيف. شو بدك فيهم؟ تقلك شيء، تقلك شيء. لا 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 تخطيني يا دكتوره، لا تخطيني. لا شو؟ اسمعي دكتورة الحين صدق صدق، أنت دكتورة صح؟ أخصائية. أخصائية؟ حلو، الله يوفقك يا دكتورة. طيب دكتورة يعني ناكل خضار يعني؟ كل خضار، إيه الخضار كثير قليل بالسعرات الحرارية، كرمال هيك وبتنفش بعدين بالبطن، بتاخذ حجم بالبطن، كرمال هيك الأشخاص اللي بدهم يعملوا نظام غذائي أخصائيين تغذي كثير بكثروا من الخضرة، كلهم خضرة، كله خضرة. الله يوفقك. الله يوفقك ان شاء الله يا دكتوره. انا والله بصلي ودي بعد استفسر منك ان شاء الله، لكن لنا لقاء باذن الله مره ثانيه ان شاء الله. ان شاء الله يا احمد بالتوفيق، وما بقى تحسر وتنهم، انسى خلص كب ورا ظهرك.
الله يشفيك. الدنيا حلوة يا أحمد، مثل وجهك الحلو. الله يشفيك. يلا باي يا أحمد. ضيفتك أوكي؟ أنا أول مرة بشوفك. إيه جديد مني ضيفتك قبل. ما أبدا أبدا دكتور. يلا باي يا أحمد. هلا هلا، تشرفنا دكتور. ثانك يو، باي. هلا.